تعالى بقى نروح للنادي الاهلي وبعد كده نروح للدوري العام. وصول النادي الاهلي للفاينل تخطيه عقبتين صعبتين جدا، بل مش عقبتين، انا بقول للناس انه وصول النادي الاهلي كان فوزه على فيتا كلاب هناك 3-0. دي كانت يعني امر، بتلعب الظهر وبتلعب على ارض ترتان ومتعادل في ملعبك 2-2 بضربة جزاء ظالمه اتحسبت عليك في النهايه، وبتقدر انك توصل هناك تفوز 3-0 في المريخ. صحيح وصلت بس مغلوب 2-0، وتنجح في التعادل 2-2 وتتجاوز هزيمه سيمبا وتكسبه هنا، وبعدين بتكسب بقى سان داونز وما ادراك سان داونز، وبتكسب الترجي والان في النهائي مع كايزر تشيفز. شوف رغم وجود بعض الحاجات الثغرات اللي موجوده، لكن نعم. الاهلي عامل حاله كفريق حاله مختلفه، حاله فريق ذهنيا محترف. ذهنيا طبعا. نعم. على فكره انا عايز اقول لحضرتك من ضمن الحاجات اللي كنا بنتكلم فيها على اليورو الجزء الذهني ده اتعمل له يعني بعدين لما نيجي يعني معمول فيها صرخه كبيره جدا. حاله الاهلي ذهنيا لان الاهلي انت عارف منضبط. نعم. داخل الملعب وخارج الملعب. عايز اقول لك ان الاهلي بيدي درس لكل الفرق. اللاعب لما يتفرغ لكره القدم. نعم. بعيدا عن مشاكل ومواويل وافكار وكلام وقيل وقال، اللاعب ممكن اي نعم ممكن يحصل له مثلا اجهاد ممكن يحصل، لكن الحاله بتاعته تحس ان حاله فريق محترف. الاهلي الحقيقه اداؤه يمكن مش في بعض المباريات. نعم. مش هو اداء الاهلي اللي هو القوي جدا اللي هو الجيل بتاع ابو تريكا وبركات والمجموعه دي، لكن الحاله هي نفس الحاله، الحاله الذهنيه عاليه جدا. الحاله كمان يعني تحس انه فريق محترف. على فكره فريق محترف حتى من كاس العالم للانديه. نعم. هو فريق محترف. صحيح. المباراه الاولانيه مع فريق كبير جدا وقدر طبعا. يكسب. نعم. وفي نفس الوقت في بطوله افريقيا. الاهلي انا الحقيقه بحيي النادي الاهلي على اختياره لموسيماني، وان كنت شايف ان موسيماني نجاحه مع النادي الاهلي لان ده النادي الاهلي. يعني انا ما اعرفش يمكن تصوري ممكن يكون صح او غلط، لكن موسيماني ما يقدرش ينجح هذا النجاح الا مع الاهلي. مظبوط، معاك حق. يعني لان برضه انا بشوف بعض الحاجات الاوقات الفنيه اللي فيها شويه خلل، لكن بتدارى بصوره كبيره جدا بجماعيه